متابعي موقع طنجاو الأوفية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميكرو طنجاو. والسؤال ديال الحلقة ديالنا ديال اليوم، كيفاش دوزتوا سنة 2022؟ خليكم معانا. السلام عليكم. عليكم السلام خاو ديالي مدخن. الله يعزك خاو ديالي عن سقسك، كيفاش دوزتي السنة ديال 2022؟ كيفاش دوزت سنة 2022 أخاوة؟ شحال بدا لك من الأول ديالك؟ لخصوها وصافي. لخصوها أخاوة، هي مزاونة، دازت مزاونة، إيه. دوزنا فيها مغامرات، مخاينة ما دوزنا فيها أخاوة. ونجينا من شي مناتف كانوا وقعوا لنا وكذا. واخا حنا عم بداو الحاجات اللي مزيانين، اللي دازوا لك الحاجات اللي مزيانين. اللي مزيانين أخاوة شباز الدبلوم ديالي أول حاجة. أها. يا. ثاني حاجة أخاوة رجعت للمدرسة. بعد 4 سنين وأنا كنت مقاطع الخاور، رجعت للمدرسة. فهم تعلمت شي صنعات كذا، المهم دوزت أخا. الحمد لله ما بقيتيش ضايع. لا والو ما كايناش، كنت ضايع 2021 2019 هي. حق مي جات 2022 جات مزورة سبحان الله أخا. جا فيها الخير. جا فيها الخير أه. فهمتي بزاف د الحوايج بانوا مزيونين فيا أخا. وشني الحاجات اللي وقعوا خايبين؟ اللي وقعوا خايبين الخا واش نقول لك، ضربت الزنقة فيها فهمت، طولت أخا. باش كنبات في الزنقة كان واقع لي شي مشاكل كذا. المهم الخاوان جينا منهم الحمد لله. شي العشرين كانوا معايا عاود تاهو هما بورين في الحبس عاود طلق سراحهم أخاوة. يعني قيصتي فيها الحلوة ومرة. الحلوة والمرة، هذيك هذا العام هذا هو اللي عشت فيه كنقول يان. عشت فيه بحال نقول لك دوزت وأنا باقي صغير أخا. شحال في العمر ديالك دابا؟ دابا 18 عام، شهر 40 كمل 19 أخا. يعني كان في عمرك 17 عام تقريبا ملي 17 18 يا هذيك دخلت 18 عام في 1000 في 2022 في شهر 4 كمل 18. اذا الا كانت 22 سنه 22 شنو تبغي تقول؟ شنو نقول لها؟ نقول لها دوزتي معنا 22 دوزتي معنا فهمتي، ورخف علينا شويه 23 داخله خاصها ترخف علينا شويه عاود. الله يخلينا ديك الوالده اللي وقفت معنا في 2022 و21 و2019 مدى الحياه، والله يخليها لنا عاود 23 وهي ماشي الحياه كامله، نودعوا حنايا قبل منا ان شاء الله باش ما تعذبش هي بوبريه. والله يخليها لنا، الله يخليها لك. قصات معنا بزاف اخاوه والله. شكرا بزاف. الله يرحم بابك الغزال ديالك. عن سقسي كيفاش دوزتي السنه ديال 2022؟ سنه 2022 دوزنا صراحه الحمد لله مزيانين، ما باقيين بالعقل ديالنا ترانكيلوس، ما كان عندي حتى شي واحد ولاد الناس، ومهم كنقراو القرايه ديالنا. دابا دول الحاجات اللي مزيانين. الحاجات اللي مزيانين. والحاجات اللي خايبين؟ صراحة الحمد لله مرضيين والدي، ما وقع لنا والو صراحة ضرب. شي حاجة عشتيها مزيانة في 2022؟ وفرحنا الوالدين فهمتي بالنجاح ديال الباكالوريا. و شنو هي؟ منتخب خشي تحيح. خرجنا نحيح بحال شحال ما حيحتي ولا؟ بزاف. شاشة منتخب بعد فرحنا صراحة ضرب، واخا ما كملنا شي فرحة. مهم 2022 كيفاش جاتك 2022؟ مزيان صراحة ما بهاش، نتمنوا 2023 تكون أحسن. يلا وجهنا شي كلمة. حسن أحسن. وجه شي كلمة 2023. أيوا نتمنى لك تكون. قلنا 2023. 2023. الله يرد عليك. الله يرد عليك. عطينا الفلوس صوفينا صوفي الوالدين ديالنا. وكل حيلة معنا بحال اللي قلت أخي أيوب. وشكرا بزاف. الله يحفظك. بارك الله فيك. عمودي لي عن سقسك كيفاش دوزتي السنة ديال 2022؟ 2022 اللي دازت. لا هادي. هادي. شنو غادي نقول لك؟ ما عمرنا شفناها، ما عمرنا عرفناها بالمغرب. عمرك عرفتي العام 2022؟ بالمسائل اللي دازت فيه. بحال اش هاد المسائل؟ مسائل بحال الحرمان، الريوس، العنصرية، الغلا كاين الحاجة اللي زادت 120%. شنو الحاجة اللي دوزتي مزيونة في هاد العام هذا؟ في هاد العام هذا مزيونة ما كايناش ما دازت فيه وما تقولش شي، وما باقيش تقول شي حاجة مزيانة هنا كنظن انا. علاش؟ و 2023 ان شاء الله تكون مزيانه ولا؟ لا على حسب المسؤولين او اللي كيسيروا هذا الشيء هذا. هما اللي خصهم يكونوا مزيانين. و ماشي بالعكس اللي كيخصهم يكونوا. فهمتك. وشني الحاجه الخايبه اللي دوزتيها؟ الحاجه الخايبه هو قيسنا الجوع، عمرنا ما عرفناه، قيسنا ما كاينش السكنه، خرجونا العون مشى يديتو من كذا وانا بقيت في الزنقه،
هادو هادي هي اللي ما عمري كنا كنفكروا فيها. يعني هاد العام هذا 2022 عمرك تنسى؟ عمر واش ينسى؟ يجي يطول ربي بالعمر نعاودوها للولاد ولنا. والله يعدل ما عنده عمو ديالي. امين. شكرا بزاف. والله يعدل الامور. اللهم امين. شكرا. سنة 2022 صراحة الله دازت الحمد لله مزيانة، فيها حاجات خايبين ضروري، مادام كيدوز من حاجات ويتعلم من حاجات ويفهم حاجات في الدنيا إن شاء الله يكون الخير ربي يبدل. قلت لي دابا عندك عشتي النص اللي هنا والنص هنا، كيف الزعم؟ كونفينمون على كونفينمون، كورونا جاتني خايبة فهمتي. المهم شبرت التيكي ديالي، عاودت في حالي أن أنا نشوف الوالدين كذا، وشفنا الأمور الحمد لله، الدراري عاود لي خايبين. كنت في إسبانيا؟ الحمد لله جوالة، وكنت في بروكسل، كنت في بلجيك. صافي هادشي اللي كاين. والحاجات اللي مزيانين؟ حاجات اللي مزيانين الحمد لله، بنادم كيفهم وكيزيد يكبر ويتعلم، ويحاول ما امكن ينصح ديك الاغلاط اللي عملوا ما ينصح بهم واحد صغير عليه فهمتيني، باش ما يطيحش في نفس الغلط. كل واحد فينا كيدوز مراحل في حياته بحق، ماشي كلشي كيدوزهم فحال فحال فهمتيني. يعني كل واحد ربي مسهل، كيمكتب له واحد الحاجه كيفهم منها ولا كيغلط منها باش كيتعلم حاجات فهمتيني. بالحق بنادم رساله، بنادم يصفي نيته وفيما بليه طبعا الله يعفو علينا. بحق اللي مبلي حق بنادم اللي مبلي يقدر يفهمتي وانطر راسه والهدايه وصلها وكذا بشويه بشويه تربي يحن. 23 شنو غنقولوا له 2023؟ 23 ندخل علينا بصحه وسلامه ان شاء الله يا ربي، ويطول العمر الوالدين ديالنا. احسن حاجه دوزتيها في هذا العام؟ الحباس الصغار. شنو دوزتي؟ الحباس الصغار ديالي ما كاين والو، تا ولا ما عطينا حتى حاجه. ما دوزتي حتى شي حاجه مزيونه زعما؟ كاين بعض الحاجات مزيونه بعض الحاجات خايبه. بحال ايش هاد الحاجه تقول لي؟ نبداو حنا بالحاجات اللي مزيونين. الحاجات اللي مزيونين هما الوالدين ديالك صافي، شي حاجه اخرى من لاي. دابا شوف دابا قول لي بالنسبه لي لك تينا، شنو الحاجات اللي دوزتي في 2022 مزيان؟ مزيانه حتى حاجه ما كايناش هاد الحاجه، فين هي الحاجه مزيان؟ الحاجه الوحيده هي كتخرج في الصباح كترضي لك يما، كتخرج من باب الدار ما كاين والو. والحاجه اللي خايبه اللي كدوزو في 2022؟ حاجه خايبه موجوده عندي ما نقول لك. بحال ايش مثلا؟ بحال مثلا هاد العشي ولاد اللي جالس معايا مصيبه نجوز معايا تخان هاد. اشنا نقول لك؟ شحال العمر ديالك دابا؟ دابا 20 عام، خالق في 2020. 20 عام. وفوقاش فوقاش ما شفتش حاجه مزيانه من 2019؟ 2019. وان شاء الله 2023 تكون شي حاجه مزيانه. يا ربي ما ندخلش للحبس. ها؟ يا ربي ما ندخلش للحبس. يا ربي ما تدخلش للحبس 2023. 2023. الله يلا خاودي. والله يعدل بعد. شكرا بزاف. بارك الله فيك. الله يعزك. وحسن هنايا كنكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم. كتبوا لنا تسمى في التعاليق كيفاش دوزتوا سنة 2022. كان معكم أيوب جباري ومور الكاميرا غسال سفيان العشاب. نتلاقاو في فيديو جديد وموضوع جديد. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.